القصيدة الكلاتوس قال لك 14 عندك صاحبي 14 قال كلاتوس يا شيخي. حمزة قال لي قعد في الوسط. ليت ساعة رسالة وخلوا اللصية يديروا مورك. وسعوا يعني وسعوا وبعده في الدرد اسمع. خلوه وحده وارسالة. We'll be right back.
وردوا على نانا ناخوك انا يا مزادا هذه دو الصميلة هذه قال لي من عند الله قال لي حمزة قال لي مولانا السلطان نورت الليلة قال لك إن شاء الله ربي يفرحك ويصلح لك والعقوبة الذرية صالحة جي صاحبي بعد اللي عندك قال لي توسى الشيخ هذي زيادة قال لي للاز من اللاز راني ممحون ودوس قواه بالي قال لي زيدها للاز ويحيى اللاز هذه زيادة وقال لي زيدها للاز والكلمة خاصة بكاتسوميل زيد واحدة للاز الكلمة خاصة بسانسوميل هذه زيادة وقال لي زيدها للاز ويحيي الرجالة قال لي اللاز واللاز وديما اللاز كعبة واحدة حمزة بالبركة قال لي يمين ونصف سنتين سي سوميل وقال لك حمى وحمى حسام وحسام والرجالة هذه زيادة للاز سات سوميل وقال لي اللاز واللاز من اللاز راني ممحون والدوس قوة أهبالي تريس يا صاحب القصة الستة بنت الملاح شيخي عاود هذه زيادة للاز قال لي توجور نسق سنتين او نسق سنتين او شيء العزيزة قال لي يا عرب شعب رصاص قد صاحبي قال لي حمزة وحمزة القطة يا عرب قلمة وتوجور قلمة القطة وربي هنيك جعفر البردي وقال لك يا جعفر البردي توجور في خاطرك هذه زيادة قال لي زيادة للاز جنبو صاحبي والجيه العزيزة ونسع النابة والرجال الزينين هاي 700 الله 700 في خطر الله 800 اللاز بس الخير صاحبي الازرق طولت يا داد اخويا ناخوك هذه بيت صوميل جنبو والجيه العزيزة اللاز اللاز قال لي يدير مليون وقال لي العريس والعريس جنبو قال لي زيد زوز قال لي يدير هادوز قال لي اللاز واللاز كبرت عند اللاز قال لي زيد زوج قال لي 14 قال لي مليون و400 اللاز واللاز